بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال الفدرالية، ونستهل بكم من أبرز العناوين. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الصومال، علماء البلاد يرحبون بالمؤتمر الوطني التشاوري حول الانتخابات، الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح رئيس مالي وسط مخاوف من محاولة الانقلاب، البرلمان العربي يدين محاولة هجوم الحوثي بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر. أما الآن مشاهدينا الكرام فإلى التفاصيل النشرة، ومعكم زكريا خليفة. يعقد مجلس الأمن الدولي في مقره بنيويورك اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة الوضع في الصومال، ويناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة عملية الانتخابات والوضع الإنساني في البلاد. وسيقدم كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال سعادة جيمس سوان والرئيس بعثة الاتحاد الأفريقي سعادة فرانسيسكو ماديرا إحاطة لمجلس الأمن بهذا الشأن. رحب علماء الصومال بالمؤتمر الوطني التشاوري حول العملية الانتخابية، حيث دعوا إلى إنجاح المؤتمر، إنهم يحثون على العمل وفقا، وقال بيان صادر من علماء البلاد للعدالة الإسلامية فيما يتعلق بالشفافية نحو الانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد. وأضاف البيان أن علماء جمهورية الصومال الفدرالية يشكرون على كل من ساهم في انعقاد المؤتمر الوطني التشاوري حول الانتخابات الرئاسية الذي رأسه دولة رئيس الوزراء محمد حسين الروبلي، وبحضور رؤساء الولايات الأعضاء ومحافظ إقليم بنادر. طالبت بعثة الأمم المتحدة في مالي بإطلاق سراح الرئيس باه ندواي والرئيس الوزراء مختار وان على الفور بعد أنباء عن احتجازهما من قبل الجيش. ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما في تغريدة بالفرنسية الهدوء على تويتر، ووردت أنباء عن قيام جنود باقتياد الرئيس الانتقالي والرئيس الوزراء إلى معسكر تابع للجيش قرب العاصمة بامكو. وأثارت هذه الخطوة مخاوف من حدوث انقلاب عسكري في البلاد للمرة الثانية هذا العام. وجاءت عملية الاحتجاز بعد ساعات على سطور تعديل حكومي استبدل بموجبه ضابطين كبيرين شاركا في انقلاب العام الماضي. دان البرلمان العربي عملية هجوم عدائي والشيك بزورق مفخخ قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، التي نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها. وحذر البرلمان العربي من استمرار تهديد ميليشيا الحوثية الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، باعتباره واحدا من أهم الممرات المائية في العالم باستخدام الزوارق المفخخة، واصفا تلك الممارسات التي تعد تحديا سافرا يمثل تهديدا عمل إرهابي جبان للمواثيق والقوانين الدولية بأنه خطيرا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، التي تشكل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي. وأشاد البرلمان العربي بقيادة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها بتصديها وإحباطها لكل الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهاب الحوثي سواء في البر أو البحر. مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، وكان معكم على الهواء زكريا خليف، وفي الهندسة الفنية الزميل المهندس عبد الولي، وفي الكاميرا الزميل عمر أووي. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.